السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم ايس كريم او غلاس سهل وبسيط بثلاث نكهات. نبدا على بركه الله. لدينا نصف لتر حليب و100 غرام من بودره كريم شانتي و60 غرام من بودره الحليب وياغورت بنكهه فانيلا وفلان بنكهه فانيلا وسبعة غرامات من سكر فانيلا وياغورت بنكهة الفراولة وفلان بنكهة الفراولة وياغورت بنكهة الشوكولا وفلان بنكهة الشوكولا وستة معالق كبيرة من السكر. في إناء أضع بودرة كريم شانتي ثم بودرة الحليب المجفف والسكر ثم أخلطهم جيدا مع بعض ثم أضيف نصف لتر حليب. يجب أن يكون الحليب بارد جدا لكي تنجح معنا الكريمة. ثم نخفق الكل بالخفاق أو الطراب الكهربائي. بعدما تضاعف حجم الكريمة نحصل على كريمة بهذا الشكل. أقوم بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متساوية. بعدما قمت بتقسيم الكريمة إلى ثلاثة أقسام متساوية أضيف ياغورت بنكهة الفراولة إلى الإناء الأول وفلان بنكهة الفراولة والإناء الثاني أضيف له ياغورت بنكهة الشوكولا وفلان بنكهة الشوكولا والإناء الثالث أضيف له ياغورت بنكهة فانيلا وسكر فانيلا وفلان بنكهة الفانيلا. الآن أمر إلى خفق الكريمة بنكهة الفانيلا. نفس العملية أقوم بها مع الكريمة بنكهة الفراولة. ثم كريمة بنكهة الشوكولا آخذ مول ثم أضع فيه الكريمة بنكهة الفراولة كطبقة أولى وأحاول التخلص من الهواء بهذا الشكل وأدخل الطبقة الأولى بنكهة الفراولة إلى المجمد لمدة نصف ساعة لكي تتماسك. بعدما تمسك الطبقة الأولى أقوم بإضافة الطبقة الثانية بنكهة الشوكولا أقوم بإخراج الهواء بهذا الشكل ثم أقوم بإدخال الطبقة الثانية إلى المجمد لمدة نصف ساعة لكي تتماسك الطبقة الثانية.
بعدما تماسك الطبقة الثانية أضيف الطبقة الثالثة بنكهة الفانيلا. ثم أدخل الجلاس أو الآيس كريم إلى المجمد لمدة 7 ساعات أو 8 ساعات. بعد مرور 8 ساعات أحاول إزالة المول. سوف أريكم شكله من الداخل. هذا هو شكله من الداخل. كما تلاحظون نحصل على 3 طبقات. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.